اليوم جيت جبت 593، حقق الترتيب مش عارفه قديش ل 62 الحمد لله. ما انا في المتوقع بصراحه، اني اصلا كنت نتبع في التابلو يا ربي ما نجيش الاخرى، على خاطر راهي العصاره، راهي هذه ال 64 طفله عصاره العالم اجمع. اني راني اصلا يشرفني اني من بين 12 مليون توانسه نترشح الوحيده والاولى على رياضه القوس والسهم. يشرفني زادة اني نكون معناها زوز بناتك هو من افريقيا كامله باش اني نتحصل على المرتبه باستحقاق البطاقه متاعي بالترشح متاعي. والحمد لله والله اليوم صراحه كنت نرمي مستراسيا برشا، خاطر كما حكيت بكري راهو الفلاش يمشي ويرولي، الريح ياثر لي فيه، الشمس رايك تدور معناها تتبدل لي الجروبمون يمين ويسار، خاطر ريتك يبدا الرجلاج متاع القوس مش مريقل، تاثر برشا اكثر من العادي معناها. والله غالبا انا حاولت اني وكنت خايفه برشا معناها تصير ليش حاجه في اللارك، تكسر ليش فلاش ولا حاجه، نبقى واحله نخرج عندي ارك واحده. راني والله فرحانه، علاش؟ خاطر اني والله كنت متوقع الأسوأ، بالهم الرمايه سهله، راه الرمايه عمرها ما تكون سهله ان شاء الله. اسمع، اني عندي القلي وعندي ربي سبحانه وتعالى، وعندي تعاوي امي بابا وعائلتي، وبحول الله تونس كامله باش تدعي لي، وان شاء الله ربي يوفقني، حاول الماكسيموم بوسيبل، بحول الله نكمل نضرب على بلادي وعلى درابو بلادي لاخر لحظه، وما نسلمش بحول الله مهما كانت الصعوب والظروفات والظروف العراقيه.